بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السادس الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قواعد اللغة العربية. إن شاء الله اليوم راح نأخذ موضوع الاستثناء، فأرجو منكم الانتباه وإن شاء الله تستفادون. بالبداية راح نأخذ الاستثناء، تعريفه ما هو؟ هو إخراج شيء من مجموعة أشياء. يعني الاستثناء أني أكو فد مجموعة أشياء دا أجي وأستخرج من عندها واحد، هذا هو مفهوم الاستثناء. فهذه الفكرة لازم تعرفوها ببالكم. مثلا أرد أقول حضر الطلاب إلا محمدا، فأنا هنا المستثنى منه هو الطلاب، يعني الطلاب هما المجموعة وجاي استخرج من عندهم محمدا اللي هو المستثنى. اكو فد شيء كلش مهم بالاستثناء، هو اركان الاستثناء. يعني شنو اركان الاستثناء؟ يعني من ايش تتكون جملة الاستثناء؟ مما تتكون؟ نرجع على نفس الجملة، تتكون من المستثنى منه. المستثنى منه هو المجموعة الكاملة اللي راح استخرج من عندها المستثنى. يتكون إذن من المستثنى منه، ويتكون من أداة الاستثناء، ويتكون أيضا من المستثنى. إذن ما ننسى أنه المستثنى منه يأتي قبل أداة الاستثناء، والمستثنى يأتي مباشرة بعد أداة الاستثناء. فهذني لازم نعرفهم. بالاستثناء أكو عندي أدوات الاستثناء أيضا لازم نعرفهم. أدوات الاستثناء عندنا ثلاث أنواع، عندي حرف استثناء واسم استثناء وفعل استثناء. فديروا بالكم، الحرف هو يتمثل بإلا، إلا هو حرف يفيد الاستثناء. الاسم يتمثل بغير وسوى، أكو مدرسين يقولون سوى أو سوى نفس الشيء. وفعل اللي هو عندي ثلاثة اللي هو عدا وخلا وحاشا، رح نأخذهم إن شاء الله كل واحد بالتفصيل، فأرجو الانتباه. خلنا نجي نأخذ شغلة مهمة قبل لا نخوض بالاستثناء. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. شوفوا عيني، هسه مثلا عندي هذه الجملة، أنا بكل جملة لازم أحدد المستثنى منه والمستثنى. الأداة مبينة. المستثنى منه مثل ما قلنا هو الاسم الواقع عليه الاستثناء، يعني أنا كل جملة الاستثناء معتمدة على المستثنى منه، أنا من شنو دا استخرج المستثنى. فديروا بالكم، يعني هواي طلاب يخطئون في تحديد المستثنى منه. هسه هنا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا، ان الذين امنوا من شنو دا استثنيها؟ لما نباع جمله مثلا العصر، ان استثنى الذين امنوا من العصر؟ لا. زين، من الخسران؟ ايضا لا، دا استثنيها من الانسان. الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إذن الذين آمنوا هنا راح يكون مستثنى، والإنسان مستثنى منهم.